كل واحد عايش برات لبنان بتقولوا له بدي اكل لبناني بقول لكم خذونا على المونير. المونير مشهور كتير بيقدر قاعد اكثر من 1200 شخص. في ناس تنتقد حبينا ما حبينا طيب مش طيب رجع لورا تقدم لقدام. في لكم عشاء اليوم تفول محل باركينج فول. السيرفيس عظيم الاكل عظيم حمص بلاتوم الفتوش بلاتوم الحمص مع لحم فيه سنوبر اللبنه البلديه رائعه جبنه بلديه رائعه السلاد اللي هي مع زعتر وبقلي توب هيدا من اطيب الاشياء اللي اكلهم البطاطا اصيل ولا غلطه البندوره تغليه مع الماء ولا غلطه عشا ولا غلطه حمصات رائعين حامضين شوي بحسوا بكل الفليفرز كريم ولا غلطه بعده محافظ رغم كل شيء وجوب جريت اكسبيرينس اكيد برجع على العشا كان بعائد بس شو بدكم بالسر؟ أنا قلت الطخي ختامها مسك وفله واترك لها الطعم الطيب اللي تمك الطايف ولا بد والبوزة سوبر كريمي بس البطيخة ريكومندي خلصوا البطيخة وأكيد رجعوا ضغطي